طبعا زي ما حكيت انه عندك كل المصادر تبع المساق هذا حتلاقيها على رابط المستودع هذا تبع الجيت هاب. فبالتالي انا مش حرفع ملفات لمكان تاني، انا حرفع الملفات على الجيت هاب، انا هعطيكم الرابط وخلاص. كل محاضرة حتلاقي انه في محاضرات جديدة نزلت، او لو في محاضرة قديمة انا عملت لها تحرير ضفت عليها عدلت عليها حتلاقي انه اخر نسخة موجودة عندك هنا. تمام. إيه برضو حضيف لك المحاضرات حرفعها على اليوتيوب، وحضيف لك البلاي ليست هنا، رابط البلاي ليست تبع المحاضرة برضو على الجيت هاب. فبالتالي برابط الجيت هاب بتقدر تصل لكل المصادر، المحاضرات المصورة بالإضافة للمصادر تبعت المساق. حكينا انه بشكل سريع المواضيع اللي احنا حنغطيها، حنغطي بعض المواضيع في الجبر الخطي، حتلزمني للبي سي اي او البرنسيبل كومبوننت اناليسيس، يعني هذه شغلة أنا بطبقها على البيانات اللي موجودة عندي. تمام. حنتعرف عليها في حينه. وكذلك الريجريشن، يعني هذه برضو يعني هي شغلة إحصائية ولكن إنه بيلزم فيها الجبر الخطي، التعامل مع المصفوفات يعني في هذا الإطار. حيلزمني الكالكولس. تمام. أو التفاضل، التفاضل والتكامل، لأنه إحنا بدنا نشوف مفهوم الجريدينت ديسنت، لأنه مفهوم الجريدينت ديسنت في البرنامج هذا، بما إنه أنت حتتعامل مع تحليل البيانات الضخمة حتحتاج إنه أنت تستخدم ديب نيورال نتورك أو نيورال نتورك بشكل عام. والنيورال نتورك الأساس تبعها اللي هو الجريدينت ديسنت، إنه هو كيف النتورك بتوجد الأوزان اللي بتؤدي لأقل إيرور من خلال الجريدينت ديسنت، من خلال هذا الالجوريثم. فالاساس الرياضي تبعه هو عباره عن اشتقاقات عشان نصل للمعادلات اللي بدنا نصلها نعمل ابديت للويتس. كذلك حنتعرض للديسكريبتيف ستاتستكس او الاحصاء الوصفي. الاحصاء الوصفي مهم جدا في التعرف على البيانات. طبعا في البرنامج هذا الوقت اللي انت حتقضيه في التعرف على البيانات واستكشافها يعني اكثر من نصف الوقت من الداتا ساينس بروسيس كلها. اكيد انه انتوا درستوا في مساق الداتا ساينس في اول المحاضرات انه عندك الداتا ساينس هي عبارة عن سايكل. تمام. والسايكل هذه انه انت بتستكشف البيانات، بعدين انه انت بتحضرها، بعدين بتطبق الموديل، بعدين تعمل ايفالويشن، وممكن تكرر هذا الامر. فهي عباره عن اتريتيف بروسيس. اللي بدي اياك تعرفه انه الوقت اللي انت حتستغرقه في استكشاف البيانات يعني من اجمالي الوقت اللي انت حتعمله في السايكل هذه كلها يعني حيكون اكثر من نصف الوقت. ففعليا انت حتقضي وقت كتير كبير في فهم البيانات، وهذا هو طبيعة التخصص هذا. انت كديتا ساينتست او كعالم بيانات لازم انه تقضي وقت طويل جدا مع البيانات بحيث انه انت تكون عارفها بشكل كتير كويس. فعشان تتعرف عليها محتاج للاحصاء الوصفي. من الاحصاء الوصفي انت في عندك مقاييس معروفة للاحصاء الوصفي عشان تتعرف على مراكز البيانات، وين البيانات انه هذه بتتمركز. فممكن انه انت تعبر عن البيانات هذه بنقطة واحدة اللي هي مركز البيانات او المتوسط تبع البيانات، وتشوف كيف مدى انتشار بقية النقاط حول المركز. فهذا هو السنترال تندنسي او النزعة المركزية، والفاريابيليتي اللي هو مدى انتشار البيانات او توزيع البيانات حول المركز. طبعا في عندنا موضوع في الديسكريبتيف ستاتستيك اللي هو الكوريليشن او معامل الارتباط، انه انت بتقدر تشوف علاقه الارتباط بين متغيرين. كذلك لازم تتعرف على التوزيعات الاحصائيه. حناخد بعض التوزيعات الاحصائيه زي اليونيفورم والباينوميال والبويسون والنورمال ديستريبيوشن. طبعا هذه مفيده جدا في الداتا اكسبلوريشن، وبرضه مفيده في بعض الماشين ليرنينج الجوريثمز اللي هي الاساس تبعها اساس احصائي زي البيزيان الجوريثم، ان هو بيفترض انه توزيع البيانات نورمال. تمام. هو في الغالب انه بيمشي الحال انه توزيع البيانات نورمال يعني، ولكن انه قد يكون انه توزيع البيانات مش نورمال، فبالتالي انت بدك تعرف ايش التوزيع المناسب له. فلازم تكون عارف ال 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 التوزيع تبعها وعارف التوزيعات الطبيعية، هذه التوزيعات الإحصائية. كذلك في الإحصاء حنتعرض لمفهوم الانفرنشال ستاتستيك أو الإحصاء الاستنتاجي.
الإحصاء الاستنتاجي أنت فعليا بتستخدمه في شغلتين، بتستخدمه في linear regression تمام، وبتستخدمه في الـ hypothesis testing. hypothesis testing اللي هو عبارة عن إنه أنت بتختبر فرضيات معينة أو بتفحص فرضيات معينة. حنشوف هذا الكلام كيف يعني في أثناء المحاضرات. فبالتالي الإحصاء الاستنتاجي إنه يعني مختلف عن الإحصاء الوصفي. الإحصاء الوصفي بتوصف البيانات كما هي، لكن الإحصاء الاستنتاجي من البيانات بتحاول إنه أنت تستنتج شغلات معينة تمام، أو إنه أنت تفحص فرضية هل هي صحيحة أو مش صحيحة باستخدام هذا الـ الأسلوب تمام. بعدين ناخذ الجريدينت ديسنت، يعني هو برضه مرتبط بموضوع يعني الكالكولس، فبالتالي انه يعني هو مغطى في الموضوع هذا. طبعا المكتبات اللي احنا حنستخدمها هي النمباي والسايبي والبانداس، حنستخدمهم هدول فعلا وحتكفينا يعني في موضوع الاحصاء. طبعا هذه يفترض انه المكتبات انه انت تتعرف عليها في مساق علوم البيانات تمام، انه انت تقدر انه انت توصلها يعني كيف انه انت تتعامل مع المكتبات هذه. لكن اذا كان انت ما وصلتش يعني او انتم ما وصلتوش يعني في المنهج للتعامل مع هذه المكتبات، انا حتعامل معها انه من الصفر، يعني ما تقلقش يعني من الموضوع هذا، فحشرح لك كيف انه انت تستخدمها بدون اي مشاكل. طبعا بعض المراجع انا عندي موجوده هنا حطيت لك اياها بالاضافه لمحاضرات الباوربوينت اللي احنا حنشتغل عليها تمام. الامور لغايه الان، في اي سؤال؟ الانشق الرياضي اللي هتعامل معه مثلا مفهوم الريجريشن، يعني انا كنت اكثر مثلا ميكانيزم مثلا سوبرفايز مثلا ان سوبرفايز عشان هذه الجمله. هو الريجريشن سوبرفايزد، الريجريشن سوبرفايزد. الريجريشن انت بتستخدمه لشغلتين، يا اما انه انت بتستخدمه لاختبار فرضيات معينه تمام، او انه انت بتستخدمه في البريدكشن، فبالتالي هو سوبرفايزد، ملوش علاقه بالان سوبرفايزد ماشين ليرنينج. انا اقصد التولز نفسها اللي هي مثلا ديسيجن تريز او السبورت فيكتور مثلا، القصص هذه كلها يعني هنمر عليها فيما يتعلق مش في هذا الكورس، في كورس علوم البيانات تمام، مش هيك اسم الكورس. في كورس علوم البيانات يفترض انه انت تمر على الخوارزميات. انا في هذا الكورس احنا هناخد الشق الرياضي اللي هو رياضيات واحصاء، الرياضيات والاحصاء اللي هتلزمك مش لهذا الكورس بس، لكل البرنامج كله بشكل كامل تمام، وحناخد يعني تطبيقها بشكل عملي. في أي سؤال؟ في بعض الكتب هحط لك إياها على الجيت هاب تمام؟ كويس. راح نبدأ بالإحصاء إن شاء الله. إيش الإحصاء؟ نعم. شو تعريف الإحصاء؟ هو عبارة عن علم جمع وترتيب
وعرض وتحليل وتفسير البيانات، كل هاي الأشياء. تمام؟ كمان مرة، هو العلم المتعلق بجمع البيانات. معنى ذلك أنه أنت لازم تكون عارف إحصاء عشان إذا أنت بدك تجمع بيانات. وجمع البيانات أنت عندك في التخصص هذا لابد منه، يعني أنت حتشتغل في أو في شغلك أنه أنت حتتعامل مع مصادر البيانات اللي موجودة حاليا. لكن على سبيل المثال أنه في شغلات معينة أنه أنت محتاج أنه أنت تجمع فيها بيانات، لا، بدك أنه أنت تجمعها بنفسك، وبدك تجمعها بطريقة تكون يعني على أساس علمي إحصائي سليم. فبالتالي هو العلم المتعلق بجمع وترتيب البيانات. بيانات الإيش؟ أكيد بالطبع. يعني لا 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 لا، أكيد طبعا، لا أكيد بده يكون كيف؟ جمع البيانات، جمع البيانات. مش عارف إذا كان يعني الخطة الدراسية، أنت في عندك في الخطة الدراسية أنا أعتقد أنه هي موجودة عندي. سياسة البرمجة الرياضيات والإحصاء، بعدين إدارة قواعد البيانات، بعدين تحليل البيانات والبرمجة، تحليل البيانات. موضوع جمع البيانات انه يفترض انه يتم تغطيته في علم البيانات. هو شوف، يعني انت عشان موضوع البيانات الضخمة هذه، ايش البيانات الضخمة؟ ايش يعني بيانات ضخمة؟ هل انت حتجمعها بنفسك؟ انت حتجمع جزء من البيانات، يعني ممكن انه انت تضطر انه انت تحتاج تجمع جزء من البيانات، مش بالضروره انه انت تجمع. يعني انت في عندك مصادر موجوده انت عندك في البيانات، بس وقتيش انه انت تقول على البيانات هذه انه هي ضخمه او مش ضخمه؟ على اي اساس؟ بناء على ايش؟ لو كان الحجم تبعها انه اكثر من مليون سجل مثلا، 2 مليون، 3، 10 مليون سجل. ما هو انت في، انت بتحكي على انواع البيانات، بس انا بحكي انا على البيانات الضخمه. وقتيش انه انت بتقول انه البيانات هاي انه ضخمه؟ اذا كان في إلها، اذا كان انه هي بتتمتع بثلاث خصائص، ثلاثه فيز، ثلاث خصائص اللي هي الثلاثه فيز. ايش المقصود بالثلاثة فيز؟ اللي هي الفوليوم والفيلوسيتي والفاريال. اذا فيها الثلاث خصائص هدول، معنى ذلك انه هذه البيانات ضخمة. عدا ذلك، لما تيجي تقول انا والله انا في الشركه تبعتي انا عندي داتا بيز، والداتا بيز هذه فيها 2 مليون سجل، هل هي بيانات ضخمه؟ لا. الفوليوم انه انت عندك حجم البيانات انه يعني كبير جدا، تمام، مش تقليدي. الشغله الثانيه الفيلوسيتي، التسارع في سجلات انت عندك، وتيرة انه زيادة السجلات انت عندك بوتيرة متسارعة مش بوتيرة ثابتة. ايش معناته انه وتيرة متسارعة؟ يعني على سبيل المثال انت عندك في الجامعة قديش عدد الطلاب؟ عدد الطلاب انت عندك يعني عدد ثابت انه بيتخرج لك من التوجيهي كل سنة
كذا طالب، فبالتالي انه هدول بدخلوا الجامعة، فكل سنة بيزيدوا عندك عدد الطلاب بمقدار مثلا هالقد، عدد ثابت. لكن إذا أنت عندك صار ارتفاع في عدد الطلاب بوتيرة كتير كبيرة، تمام، هذا معنى ذلك أنه صار في عندك velocity، أنت عندك في البيانات اللي موجودة عندك. الفاريتي اللي هي موضوع التنوع، أنه البيانات هذه موجودة أنت عندك من مصادر متنوعة، تمام. المصادر هذه قد تكون انه انت عندك من structured database او unstructured database، او تجمع بيانات من السوشيال ميديا، فبالتالي المصادر المتنوعة هذه للبيانات هو اللي بيعطي خاصية الفاريتي او التنوع في البيانات. فبالتالي اذا كانت البيانات الفوليوم، انت عندك حجم البيانات، حجم البيانات ضخم جدا يعني. بالضبط، مش هو الوحيد. بالضبط، صحيح، تمام. فلازم تتمتع بالثلاثة فيز، كانت في واحدة مش بيج داتا، تمام. فحكيت انت البيج داتا هذه اوكي خلص، يعني اعتمدنا انه هذه بيج داتا، ولكن كيف بدك تتعامل معها؟ بده يكون في عندك فريم ورك انه انت تقدر تتعامل معها، زي مثلا الاباتشي سبارك، هذا عبارة عن فريم ورك بيخليك انه انت تتعامل مع البيانات الضخمة، تمام، وتطبق عليها الخوارزميات تبعت الماشين ليرنينج اللي انتم بتحكوا عنها، سبورت فيكتور ماشين. كيف؟ هذه للتعامل مع البيانات الضخمة، لانه يعني بتخليك انه انت تتعامل، تستضيف البيانات الضخمة هذه، الاحجام الكبيرة مش حتقدر تستضيفها على جهاز واحد، حتتعامل مع البيانات هذه انه عندك مجموعة من الحواسيب حتتعامل معها ككلاستر واحد، فهذه الحواسيب كلها بتحكي مع بعض من خلال الفريم ورك هذا السبارك. بالضبط، فجزء من البيانات، بما انه البيانات ضخمة، جزء حيكون على الجهاز هذا، جزء ثاني حيكون على الجهاز هذا، فأنت لما تستعلم على بيان معين بجيب لك جزء من هنا وجزء من هنا. هذا الكلام مين مسؤول عنه؟ السبارك، الفريم ورك هذا اللي أنا بحكي لك عنه، تمام. فبالتالي انت بدك تتعامل مع البيانات الضخمة، بتحتاج لإطار العمل هذا زي ما حكيت لك، وبتقدر تطبق عليه خوارزميات الماشين ليرنينج اللي انتم يفترض تتعلموها، سواء كانت سبورت فيكتور ماشين، بدك تعمل بريدكشن، بدك تعمل اناليتكس لإلها، بدك تعمل تحليل لإلها. اذا كانت البيانات ضخمة بتقدر تعمل تحليل من خلال السبارك، اذا ما كانتش البيانات ضخمة على طول بتقدر انه انت تتعامل معها بشكل مباشر وتحمل البيانات وتتعامل معاها بدون الفريم ورك هذا، تمام. فموضوع انه انت بدك تجمع بيانات، طبعا جمع البيانات هنا المقصود فيه انه انت بدك تجمع البيانات بغض النظر انه البيانات هذه راح تكون ضخمة او مش ضخمة، انا بحكي على جمع البيانات بشكل عام. لو احنا رجعنا للتعريف، لانه جمع البيانات زي ما حكينا لازم يكون عندك الاساس الاحصائي العلمي بحيث انه انت تجمع البيانات، ما ينفعش انه انت تجمع البيانات بطريقه وتكون البيانات هذه مش ريبريزنتيتيف، مش ممثله بشكل فعلي للبوبيوليشن اللي موجوده عندك. فعشان هيك هو الاستاتستيك او العلم هذا انه هو معني او علم مختص ب متعلق بجمع وترتيب وعرض البيانات وتحليلها بالاضافه لتفسيرها، تمام. طبعا هذا الكلام كله بغرض انه يساعد متخذي القرار ان هم يتخذوا قرارات معينة يعني بناء على هذه المعلومات، تمام. طيب الاستاتستيكال اناليسيس او التحليل الاحصائي، انه انت بدك تتعامل مع السمري تبع البيانات، انت بدك تتعامل مع ملخص البيانات. زي ايش ملخص البيانات؟ ملخص البيانات زي المتوسط مثلا، نعم. يعني انت عندك 10,000 كاستمر، عندك 10,000 زبون، قديش متوسط اعمارهم؟ فبالتالي ال 10,000 زبون هدول انت مثلته، عملت له سمرايز بنقطة واحدة اللي هو المتوسط. طب قديش الزباين هدول المتوسط الاعمار تبعهم بيتراوح؟ قديش الفاريشن تبعهم؟ قديش انتشارهم حوالين المتوسط؟ فهي المقصود بالسمري، انه انت بتستخدم الاحصاء عشان انه انت تلخص البيانات بحيث انه انت تكون عندك نظره يعني نظره اكبر
او اعمق للبيانات من انه انت تتعامل معها كسجلات بشكل مجرد يعني. فبالتالي انه انت راح تتعامل مع سمريز للبيانات، واحدة ضربت لك مثال على السمريز، كذلك عشان انه انت تعمل انفستيجيشن للبيانات، انه انت تستكشف البيانات او تتحقق من البيانات. تمام؟ وهذه الانسايتس اللي انت بتعملها او السمريز اللي انت بتعملها انه هي كثير مفيدة للديسيجن ميكينج. تمام؟ ايش انواع الاحصاء انا عندي؟ انا عندي الاحصاء الوصفي والاحصاء الاستنتاجي زي ما حكينا. تمام؟ الاحصاء الوصفي الديسكريبتيف زي ما حكينا انه هو عباره عن طريقه لتجميع البيانات، ترتيب البيانات وسمرايزنج، تلخيص البيانات. انه انت زي ما حكينا انه انت لخصت سجلات عديده، 100,000 كاستمر، 10,000 كاستمر، 10,000 طالب في نقطه واحده اللي هو المركز. تمام؟ او المين. تمام؟ بعد ما انه السمري هدول انه انت طلعتهم، بدك تعملهم برزنتيشن بشكل انفورماتيف، بشكل انه مفيد، انه تحصل على معلومه مفيده. هذا بالنسبه للاحصاء الوصفي. اما الاحصاء الاستنتاجي هي عباره عن الطرق المستخدمه في انه البوبيوليشن هذه، انه انت تستنتج اشياء معينه عن البوبيوليشن بناء على سامبل. ايش معنى هذا الكلام؟ انا حكيت عندي 10,000 طالب في الجامعه، 20,000 طالب، بدي اعمل دراسه مسحيه، وبدي مثلا انه انا بدي اشوف مثلا انه مدى رضا الطلاب عن مرافق الجامعه. فحكيت هل انا بدي اسال 20,000 طالب؟ تمام، انا ممكن انا اسالهم نفسهم كلهم في سيرفي يعني، فممكن انا اخذ عينه. تمام، إذا كان اختيار العينة بشكل كتير مناسب والنتائج اللي طلعت معايا، هذا عبارة عن إحصاء استنتاجي، لأنه أنا بسقط النتائج اللي أنا حصلتها من العينة على كل البوبيوليشن. باجي بقول إنه والله رأي الطلاب كلهم إنه هم والله إنه مرافق الجامعة إنه ممتازة، أو مش مبسوطين من مرافق الجامعة، متضايقين من موضوع كذا. تمام، فهي هي هي تعريف البوبيوليشن. البوبيوليشن هي الانتاير سيت تبعتك، كل الداتا سيت تبعتك، والسامبل هي عباره عن جزء من البيانات. فانت حتجري بعض الاشياء الاحصائيه على العينه وتستنتجها على الانتاير بوبيليشن، بس بتكون ايه؟ بس يعني اقل اكيورسي، بس ريالبل، ممكن انه انت تعتمد عليها يعني. صحيح، نعم. كذلك بستخدمها في الهايبوثيسيس تيستينج. ايش الهايبوثيسيس تيستينج؟ يعني بالضبط اختبار فرضيات. انه انت عندك كليم، ايش الكليم؟ ادعاء. تمام، بقول لك انه والله انت جيت لو قلت انه والله سكان قطاع غزة أو سكان مدينة غزة متوسط الأوزان تبعتهم 70 كيلو جرام، هل أنت وزنتهم كلهم؟ هذا ادعاء. كيف بدك تثبت الادعاء هذا؟ من خلال الإحصاء، من خلال الهايبوثيسيس تيستينج، من خلال الهايبوثيسيس تيستينج اللي هو من خلال الإحصاء الاستنتاجي. تروح بتاخد عينة من البيانات، وبتروح بناء على مجموعة من المتغيرات، حكيت حنشوف ايش معنى متغير. تمام، بتروح بتستنتج المتغير هذا اللي هو الوزن. تمام، بالضبط. فانت فرضت انه انت عندك متوسط الوزن 70 كيلو جرام، فانت من خلال الاحصاء الاستنتاجي بتقدر انه انت تثبت الفرضية هذه صحيحة او مش صحيحة. تمام، يعني بمعنى اخر بدك تستنتج من السامبل باستخدام الإحصاء الاستنتاجي، باستخدام الريجريشن تحديدا، قديش الوزن. تمام، إذا طلع والله قريب لل 70 كيلو جرام معنى ذلك أنه الفرضية تبعتك صحيحة، والله طلع بعيد كتير عن ال 70 كيلو جرام معنى ذلك أنه الفرضية أنت عندك خاطئة. تمام، فهذا هو مفهوم الاستيميشن. في أنت عندك الميجرمنت
القياسات، وفي عندك الاستيميشن. ميجرمنت هي عبارة عن ان انت تاخذ سكان المدينة واحد واحد وتحطهم على الميزان. اما الاستيميشن انه انت بدك تروح تاخذ لبوبيوليشن، ويفترض البوبيوليشن هذه انه تاخذها تكون ريبريزنتيتيف، ما تاخذليش فئة على حساب فئة ثانية، ما تاخذليش فئة والله مثلا انه الفئة هذه انه يعني بيتوتية قاعدة في البيت، وانه انت تروح يعني انه او تاخذ بس طلاب الجامعة، طلاب الجامعة طول النهار وهو يحرك رايح جاي، تمام؟ او يكون انه ناخذ العكس، انه طلاب الجامعة انه بياكلوا جانك فود كتير اللي هي الوجبات السريعة، فبالتالي انه بروحوا عرض شوية زي هيك، فبالتالي انه وزنهم بيزيد، تمام؟ فبالتالي انت ما تاخدش انه مثلا بوبيليشن معينه او جزء معين من البيانات عندك وتروح تسقط الفرضيه هذه على كل البوبيليشن، لا، بدها تكون السامبل تبعتك ريبريزنتيتيف بالنسبه للفئات العمريه، وبالنسبه لطبيعه الشغل، بالنسبه لطبيعه النشاطات اليوميه اللي هو بيعملها. فالاستيميشن هذا انه انت بتعمله للبوبيليشن بناء على ايش؟ بناء على السامبل مين ويت. معنى الكلام انه انت بتاخد سامبل بتقيس متوسط الوزن تبعها وبتقول والله الوزن المقدر، هذه الكلمة مهمة جدا، الوزن المقدر الاستيميتد ويت لكل سكان القطاع هو عبارة عن 70 كيلوغرام مثلا بهذا الشكل، تمام؟ لانه استيميتد الترجمه تبعتها مقدر، مقدر لانه انت قدرته تقدير بناء على بوبيليشن مش على كل السامبل. لما انت تيجي تقول والله متوسط السكان، متوسط وزن السكان 70 كيلو جرام، معنى ذلك انه انت عملت قياس مش استيميشن، قياس وليس تقدير. القياس انه انت تمسكهم السكان واحد واحد وتحطهم على الميزان وتسجل. طبعا هذا كلام مستحيل، فانت بتلجأ للاستيميشن، الاستيميشن بناء على سامبل. نعم. ما هو يعني هذا في موضوع اختيار السامبل، تمام؟ بس احنا بنحكي في موضوع الاحصاء الاستنتاجي. الاحصاء الاستنتاجي وقتيش انه انت بتستخدمه في شغلات كثيره، انه بتستخدمه في الاستيميشن. وقتيش بتستخدم الاستيميشن؟ لما انت بتكون مش قادر تعمل ميجرمنت، مش قادر تعمل قياس، مش قادر تعمل مسح شامل، بالضبط، مش قادر تحصل على المعلومه هذه بشكل دقيق، مش قادر انه انت تقيسها، او انه انت بدك تعمل اختبار لفرضيه، يعني زي الفرضيه انه انا بقول والله متوسط اعمار سكان القطاع انه هالقد. طب هل هذا الكلام يعني انه انت جبت فعلا عمر كل شخص، هل لقيت انه تاريخ ميلاده، عملت احصاء يعني على سبيل المثال انه انت مثلا اخر احصاء عنده مركز الاحصاء الفلسطيني، لنفترض انه كان قبل 10 سنوات، وكان اخر احصاء قبل كم من سنة، تمام؟ قريب كان قبل الكورونا. فاذا كان هذا الاستيميشن كان قبل 10 سنوات، او يعني المسح الاحصائي كان قبل 10 سنوات، يعتبر قديم شويه، فانت بدك استيميت جديد، فممكن تاخذ بوبيليشن وعلى اساسه انه انت تقيس هذا الموضوع، تمام؟ تمام الامور يا جماعه؟ طيب يبقى تعريف البوبيليشن باختصار، هذا بس عشان للتاكيد، انه هي عباره عن الانتاير جروب اوف انديفيدجوالز، كل البيانات انا عندي هذه هي البوبيليشن، تمام؟ فبالتالي انه البوبيليشن انا عندي ممكن تكون انه على حسب الانترست تبعي، يعني على سبيل المثال انه في انا عندي باحث بده يشوف الريليشن بين الكلاس سايز، هذا المتغير الاول، عندنا حنرجع نشوف ايش هو تعريف المتغير، تمام؟ والاكاديميك بيرفورمانس برضه، هذه يعني انه انت ممكن انه انت تدرسها بشكل احصائي، هل في علاقه بين عدد الطلاب في الشعبه وبين التحصيل الاكاديمي؟ هل التحصيل الاكاديمي بيقل كل ما زاد عدد الطلاب في الشعبه؟ هذه كلها فرضيات، كيف بدك انه انت تختبر هذه الفرضيات باستخدام الاحصاء، تمام؟ فبالتالي الاكاديميك بيرفورمانس هذا هو الفاريبل 2، تمام؟ والبوبوليشن تبعتي هي عباره عن الثيرد جريد children او طلاب الصف الثالث،
فبالتالي انت بتيجي بتقول انه انا عندي في الدراسه تبعت البوبيليشن حصرتها، حطيت السكوب تبعها مش كل الطلاب، حطيتهم بس طلاب الصف الثالث، تمام؟ فهذه هي البوبيليشن تبعها. دكتور باختصار، أول حاجة بحدد العينة ببلشها، بعدين بعمل فاضي ذاتي، بعدين بستخدم الأدوات عشان على هذا العينة. أول حاجة بدك تحدد البوبيليشن تبعتك، تمام؟ بعدين بدك تحط مجموعة من الفرضيات، تختار سامبل وتختبر هذه الفرضيات على السامبل، تمام؟ تعريف السامبل، تمام؟ فبالتالي السامبل هي عبارة عن selected، هي عبارة عن مجموعة من النقاط selected to represent the population. هذه النقاط بتمثل ال population أنا عندي في الريسيرش ستادي، تمام؟ فبالتالي الغرض إنه أنت تحصل على الإجابات المتعلقة في الريسيرش تبعك من السامبل هذه، وتحاول إنه أنت تسقطها على ال population ككل. في بشكل إحصائي، تمام؟ يعني السامبل لازم يكون عندها نفس الكاركترستيك وال يعني نفس الخصائص تبعت البوبيليشن. البوبيليشن ايش في انت عندك؟ متنوعة، في عندك كبار سن، انا بحكي يعني على سبيل المثال على السكان، تمام؟ خلينا نحكي على البزنس، خلينا نحكي على البزنس، على الزباين. الزباين انا عندي كيف، انا عندي الزباين، عندي ميل وفيميل، تمام؟ قديش نسبة الميل والفيميل؟ على سبيل المثال نفترض انا عندي 30% فيميل و70% ميلز. فبالتالي لما اختار سامبل لازم السامبل هذه تكون نفس النسبة. ما ينفعش انه انا اخذ سامبل فيها عدد الفيميلز اكثر. معنى ذلك انه لازم تكون نفس الخصائص تبعت الانتاير بوبيليشن. هذه اول شرط. تمام؟ بالضبط. حاجات السامبلينج انه انت ممكن تاخذ اكثر من عينه، انت في عندك with replacement وفي عندك without replacement، تمام؟ with replacement معنى ذلك انه انت النقاط انت عندك او البيانات انت عندك ممكن انه هي تكون موجوده في اكثر من سامبل. يعني تخيل انت عندك صندوق وفي انت انا عندي البوبيليشن، البوبيليشن هذه فيها الكرات التنس، تمام؟ هات البوبيليشن تبعتي، هجيت خد لي سامبل، انت في عندك 20 كوره في الصندوق هذا، اخذت لي سامبل من 3 كرات، بدك تاخذ عينه ثانيه، بدك تاخذ من ال 17 مش من ال 20، تمام؟ هذا without replacement، هذا without replacement. with replacement معنى ذلك انه انت بدك تاخذ عينه ثانيه، رجع الثلاثه اللي انت اخذتهم وخذ لي عينه ثانيه. لقيت الثلاثه هذول ممكن انه يكونوا موجودين في السامبل الثانيه وممكن ما يكونوش موجودين. هو البايلوت يعني انه يعني بيتوافق مع مفهوم السامبل، بس السامبل يعني اختيار السامبل لو انت بدك تختار اكثر من سامبل، تمام؟ السامبل اللي انت بتختارها انت في عندك طريقتين في اختيارها. الطريقة الأولى إنه أنت تختار بدون ريبليسمنت، إيش معنى ذلك؟ إنه أنت زي ما حكيت لك إنه أنت عندك صندوق فيه 20 كورة، تاخذ ال السامبل، خلينا نعتبر إنه السامبل سايز أنا عندي 3 والبوبيليشن أنا عندي الإنتاير بوبيليشن قديش؟ 20. فأنت أخذت السامبل الأولى، أخذت أول 3 كرات، تمام؟ هجيت وذ ريبليسمنت، إيش معناته هذا الكلام يا أستاذ؟ معناته انه انت بدك ترجع ال3 كرات اللي انت اخذتهم في السامبل الاولى، بدك ترجعهم على الانتاير بوبيليشن وتختار سامبل ثاني. هذا بيؤدي انه الثلاثه اللي انت اخترتهم في السامبل الاولى قد يكونوا تم اختيارهم في السامبل الثانيه، او اختيار واحده منهم مش ضروري كلهم،
او لا. هذا معناه with replacement. without replacement معنى ذلك انه كل سام يعني ممنوع يكون تقاطع بين السامبلز، ممنوع يكون تقاطع بين السامبلز. كل عينه انت بتاخذها خلاص، العينه الاولى اخذت 3 معنى ذلك العينه الثانيه انت بتختار من 17. كيف؟ بس انه انا بشرح لك انه انت طرق اخذ العينات، انت في عندك طريقتين، طريقه انه with replacement without replacement. هلقيت انت حتحتاج انه انت تاخذ سامبل من العينه من البيانات تبعتك، فتكون انه انت عارف ايش طرق اختيار السامبل، وفي انت عندك طرق ثانيه انه تكون البيانات السامبل هذه stratified. ايش يعني stratified؟ كيف؟ ستراتيفايد لا بدها تكون انه انت بتقول له بدك تختار مثلا اتريبيوت معين وتقول له انه انا بدي كل البيانات ممثله من هذه الاتريبيوت. يعني ستراتيفايد مش عارف ايش الترجمه تبعتها بالضبط، ولكن لنفترض انه لنفترض انه انت في عندك اتريبيوت او فاريبل اسمه العمر، والعمر هذا عباره عن فئات عمريه عندك من بالضبط، فانت بدك تاخذ يعني نقاط من كل طبقه على حسب السايز تبع الطبقه هذه. يعني على سبيل المثال احنا يعني سكان القطاع عندنا قديش عندنا اكثر فئه عمريه؟ الشباب. تمام، فبالتالي انت لما تاخذ عينه يفترض انه لما تكون ستراتيفايد معنى ذلك انه بدها تكون انه فئه الشباب انه هي فيها اكثر شيء يعني. فبالتالي انت يعني اللي انا بدي اقصده انه انت عندك في التول اللي انت يعني حتقولها انه اسحبي لي سامبل، ممكن تطلب منها انه تكون السامبل هذه ستراتيفايد وبتقول لك ماشي بعمل لك ستراتيفايد، بس بناء على ايش؟ بتحدد له العمود اللي انت بدك اياه، بتقول له بدي عمود العمر، فبالتالي بياخد لك توزيعه على حسب فئات العمر، طبقية على حسب فئات العمر، على يعني كل فئة عمرية بتناسب عدد السامبل اللي انت هتسحبها منها من مع السايز تبع الفئة هذه. تمام؟ يعني على سبيل المثال لنفترض انه انت مثلا بدك تختار راندوم كاستمر من الكاستمرز اللي موجودين عندك، بدك تقرر انه الكاستمر هذا انه هو ممكن انه هو يختار يعني يتم اختياره في اكثر من سامبل ولا لا، ما ينفعش انه يتم اختياره في اكثر من سامبل. فانت على سبيل المثال ممكن انه انت تقسم تاخذ سامبل من الكاستمرز تبعونك وتجري عليهم تحليلات معينه، فبالتالي انا بيهمني في الموضوع انه لا الكاستمر موجود ما دام موجود في سامبل ممنوع يكون موجود في سامبل ثانيه، فبالتالي انت بتختار انه without replacement، تختار انت without replacement. تمام، في عندك بعض الخوارزميات في الماشين ليرنينج انه على سبيل المثال انه مهم جدا انه انت تحدد شو هو التوزيع الاحصائي اللي انت بتستخدمه في البيانات، فبالتالي كيف بدك تعمل تقدير للتوزيع الاحصائي؟ بتاخذ يعني الخوارزميه هي لحالها بتاخذ سامبل من الداتا، تعمل استيميشن كمان مره استيميشن للديستريبيوشن تبع البيانات، وبناء على النتيجه اللي طلعت بتقول انه هذا الديستريبيوشن تبع البيانات كذا، فبالتالي المعادلات اللي انا هستخدمها كذا وكذا وكذا. تمام، يعني عشان تكون الأمور واضحة أكثر
يعني معليش انا خليني اقفز لهذه الشغله. مثلا على سبيل المثال عندك البايس كلاسيفاير، هقيت البيانات هذه انه انت بدك تعملها بريدكشن باستخدام هذه المعادله، هذه المعادله معادله البروبابيليتي. كيف بدك تحسب البروبابيليتي؟ عندك البيانات هنا عشانها كاتيجوريكال تقدر انه انت تحسب حاجه اسمها الفريكوانسي تيبل، وبناء على الفريكوانسي بتقدر تحسب البروبابيليتي. تمام؟ بالضبط. هجيت بناء على البروبابيليتي هذه قدرت انه انت تحسب. طب فرضا انه البيانات هذه ما كانتش عباره عن فئات زي ما انت شايف، زي هيك كانت ارقام، افترض انه هي كانت ارقام، شو بدك تسوي؟ كيف بدك تحت يعني كيف بدك تحسب؟ يعني هنا انا بقدر احسب انه شو البروبابيليتي انه التمبريتشر تكون هاي تمام او لو، لكن شو البروبابيليتي انه تكون درجه الحراره 17؟ شو البروبابيليتي تكون درجه الحراره 18؟ لما تكون كونتينيوس تقدرش انه انت تطبق عليها الفريكوانسي. تمام؟ ما اذا بدك تطبق عليها الفريكوانسي معناها لكل درجه حراره بدك تحسب الفريكوانسي، وهذا مش صحيح. هنا ايش محطوط؟ محطوط ثلاث فئات، هاي ولو وميديوم. فكيف بدك تحسب الاحصاء؟ كيف بدك يعني تحسب البروبابيليتي لما تكون انت عندك كونتينيوس؟ بتروح انه انت تقدر تحسب الاحصاء بناء على التوزيع الاحصائي. معنى ذلك انه انت هنا يعني الاف اكس هذه عباره عن البروبابيليتي، يعني هاي البروبابيليتي شو البروبابيليتي انه تكون الهيوميديتي 74 تمام، بس مجرد انه هو طبق في معادله النورمال ديستريبيوشن. هو افترض انه البيانات هذه نورمال، ولكن ماذا لو كانت مش نورمال؟ فكيف بدك يعني بدي اعمل استيميشن للنورمال للديستريبيوشن تبع البيانات عشان انا اعرف اي معادله استخدم. كل توزيع احصائي في له معادله تمام. فبدل ما انت تعمل هذه كلها على الانتاير بوبيليشن، تروح تاخذ عينه، والله بتقول انه والله العينه هذه اذا كان التوزيع تبعها يعني مثلا يونيفورم ديستريبيوشن، معنى ذلك انا بفترض انه كل البيانات يونيفورم. شو معادله البي يونيفورم؟ كذا كذا كذا، خلص بستخدمها عشان احسب البروبابيلتي. هي المقصود، هاي المقصد انه انت الاساس الرياضي انت عندك في الاحصاء انه انت تقدر تعمل يعني استيميشن. لانه بعض الخوارزميات انا قفزت لخوارزميه البيزيان لانه هي فعلا انه معتمد على الاحصاء وبتستخدم الاستيميشن بشكل كتير كبير. فانت ممكن تاخذ الاسامبشن انه البيانات نورمال وتحسب ويطلع معك نتيجه، وممكن انه تقول لا انا بدي اعمل استيميشن للبروبابيليتي تبعت البيانات بناء على سامبل. كل ما زادت العينة، كل ما زادت البوبوليشن ولا العينة؟ كل ما كان حجم العينة كبير، كل ما كان التوزيع طبيعي للبيانات. كل ما قلت كل ما كان الموضوع يعني في هذا لو كان التوزيع تبع الانتاير بوبوليشن كان نورمال. لكن لو كانت انه هي التوزيع تبع يعني التوزيع تبع البيانات انه توزيع ثاني، بس 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 يعني بس الفكره انه ما دام انه انت مفترض انه هو نورمال، فبالتالي الاستيميشن تبعك صح. يعني عرفت كيف؟ يعني اي نعم انه التوزيع تبع السامبل لو كانت السامبل صغيره انه مش قريب كتير للنورمال، ولكن انه انت استنتجت انه هو نورمال، خلص بتستخدم معادله النورمال، وهذا اللي انا بدي اياه. لكن لو كان يعني هذا على فرضيه انه الانتاير بوبليشن كانت انه نورمال ديستريبيوشن، لكن لو كانت الانتاير بوبليشن توزيع ثاني، فيفترض انه انت يعني تستخدم السامبل للاستيميشن لهذه الشغله. اوكي، طبعا هي الفكره في الموضوع، يعني انه انت عندك هنا الانتاير بوبليشن زي ما انت شايف، بدك تجري دراسه على السيارات، هذه كل البوبليشن تبعتك، فانت بدك تعمل سيلكت ل سامبل، والسامبل هذه بدك تختارها انه تكون يعني حسب مثلا قوه، يعني انه انت بدك تختار من يعني السامبل هذه تكون ممثله ل
لقوة المحرك مثلا، أو لون السيارة، أو سعة السيارة، أو عدة معايير تانية إنه أنت ممكن إنه أنت تختارها في الموضوع. تمام. طيب، حكيت في السامبلينج ميثود إيش إحنا أخذنا؟ with replacement without replacement. تمام. في انت عندك هنا random و non-random. في الراندوم each member في البوبيليشن انه عنده فرصة مساوية انه to be selected، لانه يعني الموضوع random بالضبط. فانا بدي اختار بشكل عشوائي، معنى ذلك انه بدي اختار حدا منكم، كلكم عندكم نفس الفرصة. لكن اذا كان non-random بكونش في عندكم نفس الفرص. مثلا على سبيل المثال انا بدي واحد منكم لابس نظارة، فبالتالي انا حددت شرط. انا بقى اوكي يعني هختار منكم بشكل عشوائي، ولكن انه حددت الاختيار انه لازم يكون لابس نظارة. تمام؟ مثلا على سبيل المثال. هاجيت السامبلينج ايرورز كارثة بالنسبة لي، لأنه الاستيميشنز تبعتي رح تكون غلط. نعم. في الراندوم سامبلينج نفسه انا في عندي انواع سمبل راندوم سامبل، each sample has the same size as equal chance to be selected. تمام. فبالتالي انا بدقش على الموضوع، زي ما حكيت انه انا عندي على سبيل المثال الكاستمرز 70% ميلز و30% فيميلز مثلا على سبيل المثال. فبالتالي انا بعمل سيلكت بغض النظر ان هو ميل ولا فيميل، فبالتالي الميل والفيميل لهم ايكوال تشانس تو بي سيلكتد. تمام. هذا السيمبل. اما الاستراتيفايد بروح بقسم البوبيليشن انا عندي لمجموعه من الجروبس، كل مجموعه بحكي لها يعني او بسميها ستراتا. تمام. والستراتا هذه باخذ سامبل منها، فبالتالي انا لنفترض انا عندي الجروب تبعتي اللي انا بدي اقسم على اساسها هو الميل والفيميل او الجندر. تمام. فبروح باخذ عينه من الفيميل وبروح باخذ عينه من الميل. تمام. فبالتالي انه هدف يعني على حسب السايز تبع الستراتا هذه. تمام. الكلاستر سامبل بروح بقسم البيانات انا عندي لستراتا. تمام. وبعدين بروح باخذ يعني بختار منهم بشكل يعني عشوائي. تمام. وهنا في صحيح صحيح، لانه هنا بقول لك انه انتو جروبس كولد ستراتاس. ايش الفرق بين ايش وايش؟ الاستراتيفايد بتكون انت عندك بناء على البوبوليشن انت قسمتهم لجروب، على سبيل المثال ان عندك على حسب الجندر. تمام. اما الكلاستر انت عندك تبع البيانات بتكونش انه انت بناء على جروب معين، انه انت بتعمل كلاسترنج للبيانات، تجميع للبيانات، انه بغض النظر عن اتريبيوتس معينه. حيكون في تطبيق عملي. حيكون في تطبيق عملي في السامبلينج. تمام. ستراتيفاي سبعة ثلاثة. طبقات
مقسمين، فباخد كلية مثلا وبعمل عليها تدريب اثنين ثلاثة عمل كلام ده دخل طبقة منها يعني. بس عشان تكون الامور واضحه، انت في المثال الاول تبع الاستراتيفايد سامرينج انت حكيت الجندر، في تمام المثال الثاني انت حكيت الكليه، فبالتالي هو بيخضع برضه يعني بيكون استراتيفايد. بس مفهوم الكلاسترينج انه انت بتجيب السجلات اللي بتشبه بعض بناء على اكثر من اتريبيوت، مش انه اتريبيوت واحد. يعني كيف يعني انه اكثر من اتريبيوت؟ معناه ذلك انه انت بدك تقسم البيانات لكلاستر. كيف بدك تقسم البيانات لكلاستر؟ بتروح بتجيب الطلاب اللي بيشبهوا بعض. كيف يعني الطلاب اللي بيشبهوا بعض؟ بيسكنوا في نفس المنطقه، نفس الكليه، نفس المستوى العمري، ممكن يكون فرق بيناتهم اشهر تمام او سنه بالكثير، اذا بدي اعتبرهم انه هم بيشبهوا بعض لازم يكونوا في نفس الكلاستر. لكن البيانات بدها تكون في كلاستر ثاني. ايش 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 راح تكون؟ انه بيان يعني الطلاب بيسكنوا في منطقه مختلفه تمام، فئات اعمارهم مختلفه تمام، وممكن انه هم يكونوا في مستوى يعني مش يعني هم في المستوى الاول في المستوى الثالث. فبالتالي مفهوم الكلاسترنج انه انت بتجيب البيانات اللي بتشبه بعض مش بناء على اتريبيوت واحد. فبالتالي الاستراتيفايد سامبلينج انه انت بتروح بتقسم المجتمع انت عندك ل لا 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 لستراتا او لمجموعات بناء على اتريبيوت واحد. لكن في الكلاسترنج انه انت بتروح بتعملهم تجميعات بناء على كل الاتريبيوت، على كل الاتريبيوت بالضبط بالضبط. حكيت كل كلاستر بروح باخذ منه سامبل على حسب حجم الكلاستر تمام. كيف؟ صحيح، بس في شيء مش واضح تمام. تمام طيب، حكيت السيستماتيك سامبل راندوملي سيلكت ستارتنج بوينت ذات تيك افري ان بيس اوف داتا فروم ذا ليست. يعني بمعنى اخر انه انت البيانات اللي عندك انه يعني البيانات انه انت بدك تاخذها بناء على مثلا كل 100 نقطه او كل 100 سجل خذ لي سامبل، كل 20 سجل خذ لي سامبل بهذا الشكل. فبالتالي هذا سيستماتيك سامبل ببساطه شديده جدا. يبقى البوبيليشن انا عندي كل الانديفيدجوالز تبعتي تمام، ممكن تاخذ سامبل منهم. السامبل هذه بتحطها في الدراسة تبعتك تمام. النتائج اللي بتطلع على على السامبل ايش بتروح تعملها؟ جنرالايز. بالضبط بالضبط. وهذا الاسلوب احنا بنستخدمه في الماشين ليرنينج زي ما حكيت لك، انه يعني شغلات جوا الخوارزميه انه هو يعني بيحتاجها، انه يعني مثلا بده يحدد شو التوزيع، شو المعادله اللي بده يستخدمها. فكيف بده يحدد المعادله؟ بده يعمل استيميشن للديستريبيوشن تبع البيانات، بياخذ سامبل بدل ما يعمل هذا الكلام على كله، بياخذ سامبل بيعمل استيميشن للديستريبيوشن، بيحدد ايش المعادله اللي بيستخدمها وخلص بيستخدمها تمام. هذه شغلة. الشغلة الثانية، أنت لما تكون في عندك بيانات ضخمة وما عندك القدرة أنه أنت تتعامل معها، عندك مثلا على سبيل المثال 100 مليون سجل، ما عندك القدرة أنه أنت تتعامل مع ال 100 مليون سجل هذول، فبتروح تاخد سامبل منهم والنتائج اللي بتطلع بتقدر تعملها جنرالايز على كل البوبيليشن أنت عندك اللي أنت بتعملها تمام؟
sampling error هو عبارة عن الخطأ في العينة، والخطأ في العينة هذا أنت ممكن يبين معاك في الانفرنشال ستاتستيك، اللي هو قديش مقدار الخطأ بين السامبل اللي انت يعني الايرور اللي موجود في السامبل اللي انت عندك والميجرمنت الحقيقي للانتاير بوبوليشن، انه انت بتقدر انه انت يبين معاك بهذه الكيفيه. يعني على سبيل المثال انت في عندك هنا بوبوليشن، واضحه الصوره؟ لا مش واضحه. في عندك هنا population مكونة من إيش؟ من 1000 طالب. إيش البارامترز تبعتها؟ متوسط العمر 21.3، الآي كيو اللي هو تحصيل الذكاء عنده 112.5، 65% في ميل، 35 ميلز. تمام؟ أخذ منهم 2 سامبل. هلقيت التو سامبل هدول، اخذ هنا من العينه، هنا تطلع انت عندك 1000 طالب، هنا اخذ السامبل الاولى، اخذ اريك، جيسيكا، لورا، كارين، بريان. قديش براين؟ قديش متوسط العمر تبع الفئه هذه؟ 19. قديش كان هنا؟ انت عندك 21.3. هنا فئه العمر انت عندك لا في شويه انحراف، تمام، عن الـ entire population. معنى ذلك انه انت لما تاخذ عينه يفترض انه تكون نفس قريبه من المتوسط وقريبه من الاي كيو. الاي كيو هناك كان 100 وقديش؟ 112، هنا 104، وهنا طلع انا عندي 60% في ميل و40% في ميلز. بس هذا كده عملت في الاوتلاير القصص هذه في البيانات الشاذه، يعني كل تنظيف الداتا قبل ماشي، بس احنا موضوعنا الان انه انت سامبلينج ايرور، انه انت اخترت البيانات والبيانات هذه مش ريبريزنتيتيف. ايش يعني تكون ريبريزنتيتيف؟ الكاركترستكس تبعتها لازم تكون نفس الكاركترستكس تبعت البوبيليشن. تمام، السامبل الاولى مش الكاركتر، الخصائص تبعتها مش مشابهه. المجتمع الثاني انا عندي 20.4، 114، 40 و60. تمام، لاحظ انت عندك هنا فئة الفيميل اقل، لكن هنا انت عندك فئة عفوا الميلز اقل من الانتاير بوبوليشن، عندك الفيميل اكثر. لكن في كلا العينتين، لا في العينة هذه انه العكس، هنا فيميل اكثر وهنا ميلز اكثر، وبالتالي انه مش نفس الكاركترستيك. كيف؟ صحيح صحيح. انا بحط البارامتر. لا، هذه عباره عن قياس، وفي بعض الاحيان انت بتكون مش قادر انه انت تعمل قياس لكل البوبيليشن. فانت ايش بتروح بتعمل؟ تختار سامبل، بتقيس المتوسط وبتقول المتوسط تبع البوبيليشن كلها هالقد، فهذا استيميشن. فإذا كانت أصلاً يعني إذا لنفترض إنه أنت هذه المعلومة أنت مش موجودة عندك من البداية، وجيت قلت والله متوسط الأعمار أنت عندك 19، مع إنه المتوسط الحقيقي كان 21.3، فبالتالي لا في مشكلة في السامبل. لكن لو اخترت السامبل هي المعلومة، يعني بمعنى إنه الهدف مش إنه أنت تختار سامبل وبتقيسها تشوف قديش إنه هي منحرفة عن الانتاير بوبوليشن، لا. الهدف من هنا انه يورجي لك انه السامبل الخصائص تبعتها مختلفه، معنى ذلك انه انت اخترت السامبل غلط. اختار السامبل صح، والاستيميشن اللي انت بتطلعه هنا على البوبوليشن على السامبل هذه تقدر انه انت تعمل له جنراليزيشن على البوبوليشن. تمام، والهدف مش انه انت تطلع، ما دام انت قادر تطلع على الانتاير بوبوليشن يبقى مش محتاج للسامبل. لكن اذا انت ما كنتش قادر انه انت تكون القياسات هذه متوفرة عندك في الـ entire population، بدك تاخذ سامبل بس بدك تاخذها بشكل صحيح.
طيب هجيت انت ايش ممكن تسويه؟ كيف؟ زهر العينة بالضبط، ما مش مخليني انه انا تكون العينة هذه انه هي ريبريزنتيتيف، هذه واحدة من الشغلات. لقيت كيف تعرف العينة تبعتك انه هي مناسبة ولا مش مناسبة؟ اول بالضبط، عشان هيك انت عندك، انت بتقول انه هذه ما لهاش تطبيق، لا لها تطبيق، تاخذ اكثر من سامبل وبتشوف انت عندك والله القياسات تبعت السامبل هذه لو قراب من بعض معنى ذلك انه اختيارك سليم. هذه شغلة. الشغلة الثانية، لما انت تيجي تختار لازم انه انت تختار على اساس ستراتيفايد، لازم يكون راندوم وستراتيفايد الاثنين سوا. عندك والله انترست في اتريبيوت معين، تختار ستراتيفايد بناء على جروب مثلا ميل في ميل. ما عندكش انترست في اتريبيوت معين، بتختار ستراتيفايد كلاستر، فبالتالي بعمل كلاسترنج بناء على كل الاتريبيوت. الاتريبيوت انت عندك اللي موجودة بالنسبة للبيانات مش بس العمر، عندك العمر وعندك منطقة السكن وعندك المعدل التراكمي وعندك الكلية او شو التخصص في الدراسة، كتير شغلات. واسقط هذا الكلام وطلع القانون تبعه انه عندك محصول البازلاء كله يفترض انه هو يخضع لهذا القانون. طيب حكيت الإحصاء حكيناه، بس الكلام هذا إنه ككونسبت ماذا عشان يرسخ الموضوع يعني في الذهن. حكينا إنه الإحصاء إحصاء وصفي وإحصاء استنتاجي، تمام؟ عرفنا الإحصاء الاستنتاجي. الإحصاء الاستنتاجي إنه إيش؟ بدك إنه أنت تختبر فرضية معينة أو إنه أنت مش قادر إنه أنت توصف البيانات تبعتك بسبب لأسباب عديدة، تمام؟ ممكن تكون البيانات كتير كتير كبيرة أو مش قادر تعمل مسح للبيانات أو مش قادر تاخذ القياس هذا، فبتروح إنه من خلال الإحصاء الاستنتاجي إنه أنت يعني إنه أنت تطلع هذا القيم. أما الإحصاء الوصفي، الإحصاء الوصفي بيكون على حسب نوع البيانات. إذا كانت البيانات هذه بيانات نون نيوميريكال يعني أو بيانات غير رقمية، أنت إيش ممكن تعمل؟ ممكن تعمل أورجنايز، سمرايز، بريزنت، ديسكرايب، وحنشوف كيف ممكن انه يعني انه انت بتروح تعرضها على شكل بروبوشنز. يعني مثلا على سبيل المثال انت عندك الجندر، الجندر هذا نون نيوميريك، تمام؟ كيف انه انت ممكن تعمله ديسكرايب كنسبة مئوية، تقول 33% في ميل، 4 66 مثلا ميلز مثلا بهذا الشكل. اما اذا كان نيوميريك ايش بدك تستخدم؟ بدك تستخدم شغلتين، المركز والانتشار. كمان مرة، شغلتين، المركز اللي هو النزعة المركزية اللي هو متوسط البيانات، وقديش انتشار البيانات حوالين المركز. فبالتالي خلاص الطريق صارت واضحة، واضحة المعالم. يبقى احنا بشكل عملي احنا ايش المفروض انه احنا نسوي؟ نيجي بنحمل البيانات تبعتنا، حتلاقي في اتريبيوتس النيوميريك، صرت عارف ايش بدك تسوي معاها، بدك تقيس المتوسط وقديش انحرافها عن المتوسط. ولو كانت البيانات هذه كاتيجوريكال على شكل فئات، تمام؟ زي ايش مثلا؟ زي الجندر، زي ايش مثلا؟ زي الكليه، كليه الف با جيم، تمام؟ ايش بتروح بتسوي؟ بتروح بتعملها ديسكرايب على اساس يعني كاونتس، بتعملها كاونت يعني بتعدها عشان انه انت تطلع النسب المئويه. راندوم وستراتيفايد وايش؟ ما هو الراندوم يعني ما هو الراندوم يعني الراندوم في منه انواع. هو يعني لما انت تيجي تقول ستراتيفايد، الستراتيفايد هو راندوم، فبالتالي الراندوم مضمن. الشغله الثالثه ايش هي؟
لا لا، لأنه هنا تعال ارجع هنا، الفرق بين هذه وبين هذه، هذه وباختصار انه انت بتطلع على اتريبيوت واحد. نعم، عدة متغيرات. ممكن استخدم يعني قصدك انه انت بدك تاخذ اول حاجه ستراتيفايد كلاستر، وبعدين من الستراتيفايد كلاستر بتقول بدي هالقد اناث وبدي هالقد ذكور، هيك قصدك؟ مستويين هيك بقى بينفع، كله راندوم، كله راندوم. طبعا بس هذا توضيح، يعني ديسكريبتيف ستاتستيك، انه انت بدك تجمع البيانات، انه على سبيل المثال اي جي، يعني على سبيل المثال من السيرفيز، مع انه احنا بالنسبه لنا البيانات موجوده عندنا في تيبلز في داتابيز، بس بدك تعمل كونكت على المصادر تبعتك، هذه مصادر البيانات، قواعد البيانات، وانت عندك في الخطه الدراسيه تبعتك مسار قواعد البيانات، انه انت بدك تشوف كيف انه انت تتصل لمصادر مختلفه من قواعد البيانات، وتعمل بريزنت لهذه البيانات، وتعمل سمرايز، تلخص هذه البيانات في نقطة واحدة، والنقطة هذه هي المين. البريزنت انت والبرزنتيشن هنا، انه معنى ذلك انه انت بتعملها فيجواليزيشن، والفيجواليزيشن انت بتعمله مش للسمريز، بتعمله للبيانات الأصل الحقيقية، يعني البيانات نفسها. طيب ايش المتغير احنا عندنا في الإحصاء؟ المتغير احنا عندنا في الإحصاء انه يعني انت عندك البيانات انه تيجي على شكل أعمدة، صح؟ تمام، كل عمود انه انت بتعتبره عبارة عن متغير، ومتغير من اسمه القيمة بتتغير، تمام؟ القيمة انه بتتغير. ليش احنا سميناه متغير؟ ليش سمينا الايج متغير؟ لانه كاستمر ممكن يجي الايج 17، كاستمر ثاني 23، كاستمر رابع، فبالتالي هذا يعني الايج عبارة عن فاريبل متغير، تمام؟ الفاريبلز هذول في عندك منهم نوعين، ديسكريت وكونتينيوس. ديسكريت بيكون على شكل كلاسز، يعني زي ما حكيت لك كلية الف، كلية باء، كلية جيم، او الكلر احمر ازرق اخضر مثلا على سبيل المثال. وكونتينيوس ممكن يكون زي الويت مثلا، او الايج، او درجه الحراره، فبالتالي بيكون انت عندك القيمه انه، وممكن تكون درجه الحراره انه انت تحولها لفئات اذا انت صرت تتعامل معاها كهاي وميديوم ولو، ولكن اذا انت بتاخذ درجه الحراره كما هي كرقم تعتبر كونتينيوس، تمام؟ طبعا هذا تقسيم المتغيرات. انت عندك كواليتاتيف وعندك كوانتيتاتيف، انا مش هدخل لك في تفاصيل كتير، احنا خلينا بس انه نيوميريك او ديسكريت وكونتينيوس، بس هاي اللي بيهمنا في الموضوع حاليا. طيب حكيت الفاريبل هذا كيف بدنا نقيسه؟ ناخذ بريك قبل ما نشوف قياس الفاريبل.